فيلم The Promised Neverland. تبدأ قصة الفيلم ويا بنية عمرها 11 سنة اسمها إيما، وهي تقعد من النوم وتقعد باقي الأطفال اللي وياها بنفس الغرفة، ونعرف إن هم عايشين بدار أيتام كبير اسمه غراسفيلد هاوس، ويكون هذا الدار منعزل عن العالم الخارجي، وهم عايشين بهذا المكان حتى تتم رعايتهم لأن هم أيتام وما عندهم أحد. أو كانت أكو بنية اسمها إيزابيل، وإيزابيل هي المسؤولة عليهم، أو كانوا كل الأطفال بهذا الدار يصحوا لها ماما. وبعد ما إيما قعدت من النوم وقعدت الأطفال بدأوا يأكلون على سفرة كبيرة وكأنهم عائلة واحدة، وكان الكل سعيد وما شايل أي هم. ونعرف أنه بدار الأيتام هذا موجودة الرعاية والتعليم والنظافة، والدار كان يعتمد على سعادة الأطفال لأن هي أهم شيء بالنسبة لهم، وأيضا كانوا يعلمهم كل شيء مثل المدرسة. وبهاي الأثناء نعرف أنه إيما عندها أصدقاء اثنين مقربين، الأول اسمه نورمان والثاني اسمه ري. أو نورمان وري كانوا من أذكى الأطفال وهم شطار ودرجاتهم جدا عالية بالدراسة، وهسا نلاحظ أنه أكو أرقام مكتوبة على رقبة كل الطلاب، والرقم هذا يعتبر تعريف الشخصية الطالب. أو كان عندهم حديقة بالدار وتكون خضرة وكبيرة كلش، أو كانوا الأطفال يلعبون بيها أو يقضون وقت ممتع، والحديقة تكون محاطة بسور من كل اتجاه، أو ممنوع على أي شخص يعبر من هذا السور إلا إذا أجوا الناس من خارج الدار على مود يأخذون الطفل من الدار ويتبنوه، وبهيك حالة الطفل يقدر يطلع خارج الدار ويشوف العالم الخارجي. بعدها تجي إيزابيل المسؤولة عليهم وتأخذ واحدة من الأطفال، وهي اللي يكون اسمها كوني، وهي أخذتها للباب الأمامي للدار لأنه أجوا ناس أغنياء يريدون تبنوها. وبهاي الأثناء إيما تشوف لعبة كوني وتحاول ترجعها إلها، وفجأة تطلع هي وصديقها نورمان من الدار فتشوف سيارة وتلقى كوني بداخل السيارة، أو كانت كوني نايمة أو أكو غصن من الورد على صدرها، وفجأة يظهر مخلوقات اثنين كبار وشكلهم غريب، وإيما ونورمان يخافون فبسرعة يختلون جوا السيارة، وهنانة يبدون يسمعون واحد من الوحوش يقول إنه لحم البشر لذيذ جدا، وإيما ونورمان يعرفون إنهم عايشين بالدار هذا حتى بالأخير يقدموهم كوجبة طعام الوحوش هذولة، وأيضا عرفوا بأنه بالمستقبل راح يصير وياهم مثل ما صار ويا كوني. وبهاي اللحظة إيزابيل تيجي والأطفال يشوفوها تقول للوحوش إنه أنا عندي طلاب أذكياء جدا وهم شطار بالدراسة، وأنا دا أفكر أجيبهم إليك على متاكلهم بالمرة القادمة. وإيما ونورمان لما سمعوا بهذا الكلام خافوا وانصدموا، وهم قرروا يرجعون قبل ما تشوفهم، وبالفعل قدروا يهربون ويرجعون للدار. لكن أثناء الطريق إيما وقعت وقعدت تبكي وتقول النورمان مستحيل هاي تكون أم إلنا. ونورمان يقول الإيما احنا ممكن نهرب من الدار، بس إيما تقول له وباقي الأطفال وين راح يروحون. وبثاني يوم نورمان يقول الإيما احنا راح نسوي خطة للهروب واحنا ما راح نقول لأحد على الخطة لحد ما تكمل، وبالفعل هي توافق. وهنانة هم يبقون يمشون يعبرون السور، ولما يعبرون يصلون الجدار كبير كلش. بعدها يشوف الأطفال يقولون الإيزابيل اكو طفلة ضايعة بالغابة، وبهاي الأثناء إيزابيل تباوع على الساعة وبسرعة ترجع على البنية وتصدم كل الأطفال. وإيما ونورمان يفهمون بأنه إيزابيل تقدر تعرف مكان أي طفل من خلال هاي الساعة، فهنانا هم قرروا ان يروحون يم الجدار ويشدون حبل على مود يساعدهم بعبور الجدار الضخم. وبهاي اللحظة يشوفهم صديقهم ري، وهو كان مستغرب من تصرفهم، لكن هم بدأوا يشرحوا له كل شي شافوه، فهو يخاف ويقرر انه يهرب وياهم. وبثاني يوم إيزابيل تعرف الاطفال على مربية جديدة اسمها كرون، وبسبب كرون صار هروبهم اصعب من قبل. فهنانا إيزابيل تقول لكرون انه انا شفت لعبة كونيا من السيارة، وهذا معناه انه إيما ونورمان وري عرفوا بالحقيقة، وإيزابيل تعرف بأن هم يريدون يهربون. وإيما ونورمان وري يشكون انه اكو واحد من الاطفال يشتغل جاسوس الإيزابيل، وهو اللي دا ينقل اخبار الاطفال إلها، وبسببه عرفت حقيقتهم، فيشكون باكبر اثنين بالدار، وقرروا ان يروحون الاكبر اثنين واللي هم دون وكالدا ويقولوا لهم عن الحقيقة الصعبة اللي عرفوا بيها. بس دون وكالدا ما يصدقون بكل هذا الكلام، لكن بالنهاية صدقوا بالدليل وقرروا انه يساعدوهم. فنورمان يسوي خطة على دون وكالدا حتى يعرف من الجاسوس بيهم، والخطة هي انه يخلي حبال اثنين مختلفة أو كل واحد يكون بمكان ويبلغ دون على مكان واحد من الحبال، وبعدها يروح على كالدا ويبلغ بمكان الحبل الثاني، والشخص اللي راح يسرق الحبل هو اللي راح يكون الجاسوس. وبثاني يوم فعلا يختفي واحد من الحبال، بس نورمان يقول لهم ان قصة الحبال هي عبارة عن فخ ري، وانا دليت ري على مكان مزيف، وهم عرفوا بانه ري جاسوس الإيزابيل او وقع بالفخ. فري يعترف بالحقيقة ويقول لهم انا اعرف حقيقة الدار من زمان، بس انا كنت ما اقدر اهرب او ما كان عندي حل غير انه الحل الوحيد هو اقول الإيزابيل على كل اللي اعرفه من الاطفال. او إيزابيل طلبت من عنده انه يكون جاسوس وما يخونها ابدا، او قالت له انه انت مستحيل راح تقدر تهرب من هذا الدار، وانت اذا خنتني فراح يجي يوم والشياطين تاكلك. او ما كان عدري حل ثاني غير انه يصير جاسوس الإيزابيل، او بالمقابل هي راح تمدد فترة وجوده بالدار. لكن ري يقول لها انا ما قلت شيء الإيزابيل على خطة إيما ونورمان. فنورمان يعرف انه ري مو مخلص الإيزابيل، وهو كان يريد يهرب لكن هو ما لقى الطريقة اللي يهرب بيها. فهنا ري يقول لهم انا كنت احاول اخطط الهروب من زمان،
الشيطان، او انا سرقت لعبة كوني حتى انتو تلقوها وتروحون ورا كوني وتعرفون بالحقيقة، وبالتالي انتو الاثنين راح تقررون تهربون مثلي بعد ما تعرفون بالحقيقة الكاملة. فنورمان يوافق على انضمام ريل فريقهم، او نورمان يقول له انت لازم تبقى عميل الايزابيل على مود ما تشك بينا. او بالليل ري يروح الايزابيل ويقول لها بلاغ كاذب، والبلاغ هو عبارة على انه نورمان راح يخلي لها سم بالاكل. فايزابيل تشكر ري لان هو بلغها، بس تقول له موعد خروجك من الدار قرب والشياطين منتظرتك على احر من الجمر. وبثاني يوم يجتمع الفريق المكون من 5 اطفال، وهم كانوا يخططون انه يعبرون من الجدار الضخم، لكن فجأة تظهر كرون، او للاسف هي سمعت خطتهم بالتمام والكمال، لكن هي تقرر انه ما تقول لايزابيل لانه كانت حزينة على الاطفال اللي راحوا، او هي ما تريد اطفال يروحون بسهولة للشياطين. فتقرر انه تنضم لفريقهم على مود تساعدهم بعملية الهروب. وهنا هم يعرفون بانه هي كانت طفلة بالدار مثلهم، وهي ايضا شوافتهم الرقم اللي موجود على رقبتها، وهذا الرقم هو رقم تعريف الشخصية كرون، وهي تكون حاقدة على ايزابيل بسبب الايام السيئة السابقة اللي شافتها بسببها. وهي كانت تريد تطلع ايزابيل من منصبها بادارة الدار، وكانت تحاول بانه هي تكون مديرة الدار. ولما يجي الليل كرون تروح للفريق وتقول لهم كل شيء تعرفه عن العالم الخارجي، وايضا تقول لهم انه اكو حرب بين البشر والشياطين، وهاي الحرب استمرت لمدة 1000 سنة، بس بالاخير على مود يوقفون الحرب سووا معاهدة سلام بين البشر والشياطين، والمعاهدة تنص على ان البشر يعيشون بعالمهم والشياطين يعيشون بعالم منفصل عنهم، لكن كانوا اكو بشر عايشين بعالم الشياطين. وهاي كانت بداية الانشاء مزارع بشرية، وتقول لهم ان الشياطين يحبون ياكلون البشر الاذكياء، لانه لما الشياطين ياكلون البشر الاذكياء راح يكتسبون ذكائهم. وبثاني يوم ايزابيل تعرف حقيقة كرون فتطردها من الشغل، ولما كرون تطلع من الدار وتوصل البوابة الخارجية تشوف صاحبة الدار، وهي اللي تكون عجوز، والعجوزة تخلي واحدة من الشياطين ياكل كرون لانه هي خانتها وحاولت تساعد الاطفال بالهروب. بعدها ايما ونورمان يروحون للجدار ويخلون اخر خطة للهروب، وبهاي الاثناء ري يروح يلهي ايزابيل، بس ايزابيل تكون اذكى من عنده وتحبسه بالغرفة، وفجأة تفتح الساعة على مود تعرف الاطفال وين مكانهم، فتندل المكان اللي هم بيه، وبسرعة تروح لايما ونورمان. ولما توصلهم ايما تحاول تضرب ايزابيل، بس للاسف ايزابيل تكسر رجلها وتقول لنورمان انه باكر اخر يوم الك بالدار، وانا راح انطيك الشيطان مفترس وهو خلال لحظات راح يخلص عليك. وهنا ايزابيل تسيطر عليهم وترجحهم. ولما يجي الليل الاطفال يجتمعون، ونورمان يقول للاصدقاء انا ما خايف اذا متت، بس انا المهم عندي انه الكل يكون بامان ويعيشون احرار او يقدرون يتخلصون من ايزابيل والشياطين، ولازم انتم تكونون بعيدا عن هذا السجن اللي ما تعرفون شنو نهايته. وبهاي الاثناء نورمان يصعد على السور من خلال الحبال، او يكتشف انه هو مستحيل ينزل من السور الا من الجهه الثانيه، فيرجع مره لخ للدار. وهنا تجي ايزابيل وتاخذه، ونورمان يودع اصدقائه لان هو راح يموت. ولما يطلع يقابل رجال، ويكون مبين على هذا الرجال انه هو عايش حياته بشكل طبيعي ويا الوحوش، وفجاه يظهر وحش وراه وكان شكله جدا مخيف، او للاسف هذا الوحش ياكله. وبعد مرور اشهر تتحسن اصابه الكسر اللي برجل ايما، وهي وري فقدوا الامل ونسوا خطه هروبهم من الدار واستسلموا للامر الواقع، وهم كانوا ينتظرون موعد وفاتهم على ايد الوحوش والشياطين. اما ايزابيل فبقت تراقبهم على مدار الساعه. وبعد مرور شهرين على هاي الحادثه يجي موعد تسليم ري للشياطين، وبنص الليل ايما تروح الري وتقول احنا بعد عندنا فرصه نوقف هذا الموضوع، لكن هنا ري يقرر انه يحرق نفسه ويحرق الدار. ولما النار تنتشر بالمكان ايما تصرخ وتبقى تستنجد بايزابيل على مود تنقذ الموقف. فهنا ايزابيل لما تسمعهم تجي بسرعه وتخلي الاطفال يطلعون من المكان على مود تطفي النار، وهي كانت تحاول تطفي النار بطفايه الحريق. وبعد لحظات على مرور الحريق ايزابيل تستوعب ان الاطفال هربوا، وهنا نعرف انه كل هذا هو جزء من خطه ايما وري. وايما لمده شهرين ما سوت اي شيء يثير الشكوك اتجاهها، وهي سوت هيك على مود تنفذ هاي الخطه. اما دون وكالدا فيقولون لبقيه الاطفال على خطه الهروب، وهنا ايما تلقى رساله على سرير نورمان ومكتوب بالرساله الخطه وشارحها بكل التفاصيل، وبالفعل هم نفذوها. وهنا كل الاطفال يهربون، بس هم يعفون الاطفال الصغار على مود لا تتعرض حياتهم للخطر، وايما وعدتهم بانه هي بيوم من الايام راح تجي وتنقذهم. فهنا يبدون يتسلقون الحبال، وايزابيل تبدا تركض وراهم على مود تمنعهم من الهروب. وبعد ما يصعدون فوق الجدار يرمون الحبال للناحيه الثانيه، وبالفعل هم يقدرون يعبرون باستخدام تعلاقات الملابس، وتكون ايما هي اخر وحده تعبر، لكن ايزابيل توصل وتهددها بانه هي راح تقطع الحبل اذا ما رجعت. بس هنا ايما تبتسم لايزابيل وتقول لها اني اعرفك انت ما راح تقدرين تسوين هذا الشيء، وقتل الاطفال ما راح يكون سهل عليك، وخاصه اذا الاطفال انت ربيتيهم. فايزابيل تبقى مصره على رجوع الاطفال للدار، لكن ايما تخاطر بحياتها وتعبر، وايزابيل تكون عندها الفرصه انه هي تقطع الحبل على ايما وتقتلها، بس ما تقدر تشوف الاطفال اللي هي ربتهم ايما
يموتون قدامها، وهي ما قدرت تتحمل موت الأطفال قدامها اللي كانوا يصيحوا لها باسم ماما. وإيزابيل تبتسم للأطفال وتكون هاي آخر مرة تشوفهم، فالأطفال يكملون طريقهم للغابة ويهربون. لكن فجأة إيما توقفهم وتشوفهم القلم اللي كون تركته إلهم، وفجأة يطلع من القلم جهاز عرض ويعرض للأطفال صورة بوما، وهي تدليهم على الطريق الصحيح اللي يوديهم للمدينة، وهي المدينة اللي الأطفال راح يعيشون بها بأمان. وهنا إيزابيل ترجع لصاحبة الدار العجوز، وإيزابيل تبلغها بهروب الأطفال والحريق، والعجوزة تكون معصبة على إيزابيل لأنه خلت الأطفال يهربون من الدار وما قدرت تمنعهم، فتأمر واحد من الشياطين المفترسين أنه يأكل إيزابيل، بس إيزابيل تكون راضية بمصيرها وما متندمة على هروب الأطفال، ونعرف بأنه إيزابيل ما كان بودها الشياطين تأكل أطفالها اللي ربتهم، لكن العجوزة اللي كانت تسيطر على الشياطين هي اللي تهددها وتستغلها، ولهذا السبب هي ما قدرت تمنع اللي جاي تسويه العجوز، بس بالأخير هي فرحت لأنه الأطفال قدروا يهربون ويتخلصون من هذا الخطر، ولهنا تكون نهاية الفيلم.